خمس دقائق فقط هي نصيب غزة من الإعلام الرسمي الفرنسي. أفادت دراسة حديثة أن أهم القنوات الرسمية الفرنسية وهما القناتان الأولى والثانية لم تخصصا لمآسي المدنيين في غزة سوى 300 ثانية في نشرات الأخبار، وهذا على مدار 11 يوماً، أي ما يعادل 29 ساعة من البث الإخباري على القناتين الأكثر متابعة محلياً، حيث تحظى القناة الواحدة ب 5.5 مليون مشاهد كل مساء يتابعون نشرات الأخبار. وبهذا فإن عشرات الملايين من الفرنسيين يرون العالم بأعين إعلام يرى المشهد بعين واحدة، ويغيب إحدى أشرس الحروب في تاريخ البشرية، وهذا لصناعة رأي عام على المقاس. لكن وبحكم متابعتنا الميدانية المستمرة مثلاً لكل التحركات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، فيمكننا أن نتأكد أنه لا أثر للإعلام المحلي على الأرض، تاركاً فيما يبدو المكان للإعلام البديل الذي نطل من خلاله الآن لتوصيل صورة الحقيقة قدر المستطاع.